طبعا الجمهور يعني استفز شوية العنوان والأهلي والاتحاد ورقم قياسي جديد. لكن قبل ما أقول لكم ما هو الرقم القياسي الجديد، لازم الأول نستعرض ما كتب في بعض نماذج ما كتب في الإعلام عن هذه المباراة الطيبة جدا للأهلي، والذي يعتقد البعض أنها أفضل مباراة له خلال الفترة الأخيرة. فالأول يا أستاذ إبراهيم، وبعدين نرجع أقول لهم بقى بعد ما نقرأ الجرائد هنقول لهم ما هو الرقم القياسي الجديد، ونشوف الأهرام المسائي وهو بيقول برج الأهلي في العلالي. وبعدين الأهرام كان الأهلي حقق فوزا على الاتحاد في مباراة شاهدت كثيرا من الشماريخ. وموقع يورو سبورت قال الأهلي يفوز على الاتحاد ويخسر شوقي ونجيب. وموقع يلا كورة قال الأهلي يصحح مساره والسعيد يتألق في الفوز على الاتحاد في الدوري. إذن هي عناوين بتلخص أن الكل يشعر أن هذه المباراة شهدت تألقا للنادي الأهلي، وكان فوزا بجدارة. بالعكس، هو فوز أقل من المستحق، كان ممكن أن يخرج الأهلي بنتيجة أكبر، ضرب جزاء هنتكلم عليها بعدين، وكرة في العارضة وعديد من الفرص. أما الأداء فجاء طيبا من الفريقين، ولكن تميز فيه النادي الأهلي، وده اللي هيقودنا إلى موضوع الرقم القياسي الجديد. عشان نعرف الرقم القياسي الجديد لازم نروح للرقم القياسي القديم في عدد التمريرات الصحيحة المستمرة والذي تناقل فيها لاعبو النادي الأهلي الكرة دون أن يمسسها المنافس. دعونا نستعرض متى وأين كان هذا الرقم السابق. نعد بقى الأهلي والزمالك، الأهلي والزمالك موسم 2008-2009، يعني كان في الدور الأول، الدور الأول أهلي وزمالك 2008-2009. كان لازم أنا عندي العدد، أنا عندي العدد ده، صلحنا عدناه قبل كده. يعني هتشعروا معانا ب يعني جمال، وهتجدوا في تشابك كثير حتى في منطقة النقل الكرة بما حدث في هذه المباراة وما حدث في مباراة الاتحاد السكندري. ولكن في هذه المباراة تناقل الأهلي الكرة 31 نقلة بالضبط. يعني اللي وصل فيكم للعدد يطمن انه هيوصل ل 31 تمريرة والكرة بين اقدام لاعب النادي الأهلي دون ان يلمسها لاعب واحد من الزمالك. ده رقم قياسي ربما المسلوب. يكون غير مسبوق في لقاءات القمة بنفس من ناحية الشمال، بعدين تنتقل وتروح ناحية اليمين. اول كده اتقطعت الكرة 31 تمريرة يا أستاذ إبراهيم في مباراة الأهلي وزمالك، ووقتها النقاد كلهم قعدوا يعدوا. دي المباراة اللي الأهلي فاز فيها بهدف فلافيو. طيب في مباراة الأهلي والاتحاد تكرر المشهد، ولكن الفانيلا هذه المرة كانت خضراء بدون الاتحاد السكندري، وتكاد تكون الظروف متشابهة والسيطرة متشابهة والأداء متشابه. تعالوا نشوف هذا الرقم القياسي الجديد الذي بلغ 37 تمريرة. تمام. عبد الله السعيد بيتجول ويتجمل في هذا اللقاء. أربعة عبد الله السعيد وبيقول لهم القتال اللي حصل عن عليا أنا أستاهله. هقول له صح. خمسة بس هل هتستمر على طول؟ ستة عبد الله السعيد سبعة على نفسه. ثمانية وإيه زي ما بيقول أبو تريكة أنا بقى عبد الله يعني فعلا. عشرة كده المنافسة كده 11 12 13 14 15 16 17 والجمهور بيحتفل جدا 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 سيطرة بتمرير و 28 29 بص يعني منتهى التميز في التحرك بدون كرة يا باشمهندس، يعني وتنتهي الى الفرصة الغالية جدا اللي للأسف طاشت من ابو تريك. 37 تمريرة تقودنا الى السؤال متى
سيحقق الأهلي رقم قياسي جديد في عدد التمريرات. نتمنى أن يستمر الأهلي على هذه الحالة الطيبة وأن يمتعنا بأداء يحسم كل الجدل حول كفاءته وقيمة نجومه، وفي انتظار إلى مزيد من الأرقام القياسية. ولكن هذه المباراة شهدت أيضا يا إبراهيم هدفين مميزين جدا، شهدت أحداث مثيرة، شهدت كرة في العارضة، شهدت بعض الفرص الطيبة. قبل ما نشوف تقرير جماهيري من ملعب برج العرب نذكر الناس بالهدفين بتوع المباراة.